اهلا بحضراتكم. خلونا قبل ما نسمع منكم نستضيف الاستاذ صلاح الدين العواودة، الباحث في الشان العبري، هيكون ضيفنا عبر الهاتف علشان نعرف منه المجتمع العبري والصحافه العبريه والسياسيين في اسرائيل كيف نظروا او كيف تحدثوا عن عمليه اغتيال حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني. استاذ صلاح اهلا بك. اهلا وسهلا بك، مساء الخير لك استاذ مشاهدين، حياكم الله. اهلا وسهلا، حياك الله استاذ صلاح. كيف تناولت الصحافه العبريه في الصحافه المكتوبه او الصحافه او البرامج التلفزيونيه هذه الضربه الكبيره، الصيد الثمين كما وصفه البعض، وهو اغتيال حسن نصر الله كما كان يلقب بسيد المقاومه؟ طبعا احتفال كبير، حالة من الفرح والتهاني والزهو غير المسبوقة لدى الاحتلال بهذا الإنجاز الأمني الكبير، أكبر اغتيال وأنجح عملية اغتيال وأعلى مستوى قيادي يمكن أن يغتالوه في تاريخ الكيان، يعني على الأقل حسب الإعلام العبري. لذلك يعني هناك نشوة انتصار عالية جدا، حتى أن البعض يحذر منها، يعني يحذر من خطورتها، الأفوريا أن نشوة الانتصار قد تجر إلى كارثة أو إلى غرور واندفاع يؤدي إلى كارثة تضيع هذا الانتصار وهذا الإنجاز. في ظل التحذيرات، يعني هل يوجد من يتحدث عن رد إيراني، انتقام إيراني، أم أن التسويف الإيراني اللي حصل في عدد كبير من المرات يعني انتقام لم يحدث لقيادات عسكرية إيرانية تم اغتيالها من قبل إسرائيل، انتقام إيراني لم يحدث لعملية اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران، هل يضع أحد في حسبانه انتقام إيراني لأجل حسن نصر الله؟ طبعا هناك لهجة تحدي تجاه إيران، وهذه لهجة التحدي يعني أبرز ما قيل فيها كان خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة الذي قال يدنا طويلة وقادرة على الوصول لكل أعدائنا أينما كانوا، والإشارة فيها إشارة لإيران مباشرة، وحتى يعني يتم تداول شخصية خامنئي، يعني أكبر شخصية في النظام الإيراني يتم تداول اسمها أنها قد تكون الشخصية التالية بعد حسن نصر الله في الاغتيال. فالعدو يعني يشعر بنشوة وبحالة من الثقة بالنفس تدفعه للتفكير بتوسيع هجماته، وما يستشف من تصريحات نتنياهو تحديدا أننا ما زلنا في مرحلة البداية، وهو يجد فرصة لتغيير معالم الشرق الأوسط كما يريد، يعني حسب رؤيته هو الشخصية. برأيك هل تعتقد أن قتل أو اغتيال حسن نصر الله سيكون له انعكاسات على الأمر أو الوضع في غزة والمواجهات الحادثة في غزة على مدار سنة؟ لا شك أن الإسناد الذي قام به حزب الله للمقاومة في غزة وما يقوم به اليمنيون وفصائل مقاومة أخرى في سوريا وفي العراق له دور كبير في إسناد المقاومة وإعطائها وزن أكبر، وسواء بالحالة المعنوية أو المادية من خلال تهديد العدو و مشاغلته والضغط على الرأي العام الدولي وما إلى ذلك. لذلك من الطبيعي جدا أن ما يحدث في لبنان له انعكاس على الوضع في غزة بالإيجاب وبالسلب، وكما أن الاغتيال يؤثر على المقاومة في لبنان وعلى حزب الله فهو أيضا يؤثر على المقاومة في قطاع غزة. سؤالي الأخير أستاذ صلاح، ماذا عن حراك الأسر وحراك المتعاطفين الضاغطين واللي بيطلبوا بعقد هدنة وإطلاق سراح الأسرى، خاصة أسر الأسرى الموجودين في قطاع غزة؟
الحقيقة أن هناك يعني محاولات لاستغلال اللحظة لعقد صفقة مع قطاع غزة ومن أجل تحرير الأسرى، وكانت هذه المحاولات قبل اغتيال نصر الله تحديدا، أنه أنهوا جبهة غزة يعني وعقدوا صفقة هناك ثم ذهبوا إلى حرب في لبنان. لكن طبعا هذه النداءات يعني فشلت في التأثير على نتنياهو وحكومته المتطرفة، وبالتالي ذهب نتنياهو وحكومته إلى الحرب على لبنان وغزة بحالها. طبعا تقييم الاحتلال للأمر بأنه تم حسم الحرب في غزة، هكذا هو يرى، وبالتالي لا داعي لتقديم ثمن، يعني لا داعي لعقد صفقة، وأن حسم المعركة في لبنان بنفس الطريقة وربما حتى مع إيران سينتج تحرير الأسرى الموجودين في قطاع غزة بدون دفع ثمن، يعني سيكون من ثمار هزيمة حزب الله كما يرونهم هزيمة المقاومة في قطاع غزة، وبالتالي تحرير الأسرى بدون ثمن، وهو ما يريده الاحتلال طيلة السنة الماضية. إذن هم ذاهبون إلى اجتياح بري، هم ذاهبون إلى يعني الدخول بريا إلى لبنان، أم أن الأمر سينتهي إلى هذا الشكل الحادث الآن؟ هذا يعتمد على رد فعل حزب الله على التطورات، يعني في النهاية سبب هذا الهجوم والهجمات الجوية هو الإسناد قطاع غزة والصواريخ التي تنطلق من لبنان وتهجير المستوطنين من شمال فلسطين المحتلة باتجاه الوسط، وهدف الحرب هو إعادة هؤلاء المستوطنين، وبالتالي ما دام هناك إطلاق نار من لبنان هذه الحرب لن تنتهي، ومطلب الاحتلال هو أن يخرج حزب الله من الجنوب إلى شمال الليطاني وأن ينزل الجيش اللبناني. حزب الله حتى هذه اللحظة يرفض هذه الفكرة ويرفض التخلي عن غزة مهما حدث، وهذا كان واضحا في خطاب نصر الله الأخير، وبالتالي لا أحد يتوقع أن تنتهي المسألة بسهولة، يعني سيستمر الاشتباك، ووفقا لخطة الاحتلال ووفقا لتصريحات قادة الاحتلال وسواء نتنياهو والوزراء أو القيادة الأمنية يتحدثون عن عمل بري في لبنان، ولذلك كما كان يقال بالنسبة لقطاع غزة العدو يضرب ويستخدم القوة، وإذا لم تنفع القوة يأتي بقوة أكبر في سبيل تحقيق أهدافه، ولذلك إذا لم يكن اغتيال نصر الله بالنسبة له يحقق هذه الأهداف وهو الانسحاب شمال الليطاني ووقف إطلاق الصواريخ، بالتأكيد سيذهب إلى المرحلة الثانية من الحرب وهي الدخول البري إلى جنوب لبنان. أشكرك أستاذ صلاح الدين العواودة الباحث في الشأن العبري، كنت ضيف عزيز علينا عبر الهاتف، تحياتي ليك.